الناشئين مهضوم حقهم، الحقيقة مهضوم حقهم ومحتاجين برضو. لازم زمان كنت أنا وحرب الدهشوري كنا نعمل حاجة اسمها كيف يمكن تطوير كرة القدم، ونجيب كل الناس اللي هم الكبار وكل واحد عايز يتكلم، ونجمع كل الكلام ده ونطلع بورقة وورقتين، هم دول كيف يمكن تطوير القدم، ولن تطور كرة القدم في مصر إلا بعد الاحتراف وتطوير الاحتراف ودعمل بموضوع الاحتراف. طبعا حضرتك داخل انتخابات الكرة السنة دي، ايه اهم ملامح البرنامج اللي هتشتغل عليه بعد كده في ظل الازمات؟ انا بشتغل على حاجتين، نمره واحد رصيدي، رصيدي ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما فيش حد جربه قبل كده، ده واحد. ونمره اتنين ان انا بنادي مع اتحاد الكوره اللي هو مشي ده، بقول له اجتمع وقول حاجه جديده، يعني قولوا لنا حاجه جديده. ده عملوا احتفال اما وصلوا لكاس الامم، احنا اخدين كاس امم اربع مرات، 98 و2006 و8 و10، يعني احنا الحمد لله ربنا بس يبارك ويبقى فيه تطوير، لان انا شايف ان بكره احسن من النهارده في كره القدم كتير قوي قوي قوي.